السلام عليكم اخوة المشاهدين وحياكم الله. الله يسر الله يدير الخير. اليوم الله مبارك تنتواجد في مجازة محميد مع عبد الله. تحية الناس مراكش الله يدير الخير. نشارك معكم ان شاء الله الخير اللي بعنا الله يبارك. شاركنا ديجا شاركنا معكم السلعة اللي تنبيعوا. نعاودوا نجدوا معكم ثاني فيديو ثاني الله مبارك. الاخوة توحشونا اخوان الزينين اللي متبعيننا مزيان في الاسواق ومتبعين معنا احداث ديالنا. تحياتي لكم تنحييكم على الكلام الزوين في الكومونتير. نشاركوا معكم هذا الخير تبارك الله. ونوريكم واحد الخروف هذيك جينا للمكازا حطينا بيومين بيومين الحوالة تيضربوني بيومين بان لحد السيد الحولي درنا لي رقم 27. جيت قبيله تندور في المكازا تنقلب في وسط الحوالة اللي بيوعين هما هذو هما اللهم بارك خير 140 راس ولا 150 الف اللهم بارك تبارك الله الله يبارك. ويبان لي واحد الخروف في واحد الحبوبه في الجنب ديالو في الغازه هنا بانت لي خارجه بانت لي الحبوبه. انا عيطت للدراري قلت لهم راه شوفوا لي هذا الرقم شحال قال لي 27 قلت له شوف النيميرو ديال مواليه عيطوا لي دابا اتصلوا. صدق هذاك هذا الحولي صدق ديال واحد المراه سيده. اتصلت بها قلت لها اختي عاد تجي ان شاء الله الحولي ديالك راه خرجت فيه واحد الحبوبه باش نبدلو لك عاد تجي باش تشوفي الحولي اللي عندنا نبدلو لك والله يسر. والحمد لله عقبت جات وبدلنا لها الحولي الله ييسر لها ان شاء الله اللهم تقبل. انه هادشي في التقليد ما نبغيوش نغادروا شي انسان في هذه الاضحيه ديال العيد ما نغادروش شي واحد انه تبغي تذبح وتصيب حبوبه راه هاد الماكله ما يبقى يتكال لك هاد الحولي هذا. وهذا ميساج للاخوان الاخوان الكسابه للبيع والشرايه اللي جي اللي يعرف انه حولي راه فيه حبوبه مضرقه السيد راه ما يشوفهاش السيد اللي جاي عندك راه تيق فيك انه ما نعطيش هذاك الحولي اللي فيه الحبوبه نمشي نبيعو مع طلاب السوق بحبوبه ديالو راه خليته يبرات ورا العيد والله يسهل على الجميع. هادشي اللي كاين الخوت وانا نوريكم هاد الخروف اللي عطيت للسيده الله يسر ليها حولي الله يسر ليها الامور. ومرحبا بالاخوان وتحياتي للمغاربه وبارطاجيو معنا هذا الفيديو مع الحباب ومع الخوت وجوج غرفان اليوم ماشي واحد. انا تنقول لكم داكشي اللي كاين من القلب ديالي والرزق الله. واحد من حمره الراس حتى هويا صدت فيه حل الحبوبه حتى هو خرجت فيه حبوب حتى هو سبحان الله صدت مولاته واقفه هنا تجي ديما تجي تبقى تشوف في البهيم. قلت لهم هذا مولاتو فين؟ قال لي مولاتو كاينه هنا. قلت لي تعالي اختي تعالي قلت لها الحولي ديالك راه فيه حل الحبوبه هذه حمره الراس. دابا صدق واحد سردي وواحد من حمره الراس سبحان الله. قالت لك باغا حمره الراس؟ قلت لها حمره الراس ما بقاتش عندنا الحولي البرقي ما بقاش. قلت لها شحال عاطي هذا العربون؟ قالت لي عاطي القد والقد. قلت لها رزيقك سيري الله يسهل عليك. قالت لي الله يرحم الوالدين مصطفى انا ما تعرف سميتي. قالت لي الله يرحم الوالدين خويا هادشي اللي كاين. والحمد لله هادشي راه من فضل الله ما نغشوش شي ولد المراه كاع والله ما نغشو ولا اي واحد ما نغشوش والرزاق الله. راه هادي راه اضحيه الناس يقربوها الله سبحانه وتعالى دافعين دم جوفهم باش يقربوا الاضحيه لله سبحانه وتعالى وتقدرهم راه حشومه. هذا ميساج للناس الله يرحم الوالدين اتقوا الله اتقوا الله. اللي عنده شي خروف في شي حبوبه ولا شي حاجه ما يبيعوش يكون عالم على الحبوبه كاينه ما يبيعوش. راه انه ذاك السيد من يمشي يذبح هذاك الحولي من يكون يحضر للذبيحه ولا يكون مع وليدات صغار وطردق هذيك الحبوبه طردق هذيك الحبوبه راه مشكله والله حتى مشكله. هذيك راه دير بلاصتك في بلاصتو تكون ذبحتو الوليدات دياولك تكون ذبحت الوليدات وتد الجزار مثلا اللي تذبح ليك ولا انت تذبح وتخرج في هذيك الحبوبه هذيك تفقس راه هذيك اللحظه راه صعيبه بزاف. اي الله يحفظك استاذ مرحبا مرحبا. حنا غير بنشرحوا للاخوان والله يسر هادشي اللي كاين. حنا الله يحفظك استاذ مرحبا بك الخير اللي بيعي راه هو هذا اللهم يسر. اليوم اسم محمد كما بغيت نطوع عندك الكاميرا الخير تبارك الله للمبيوع راه الله مبارك. نعم استاذ مرحبا استاذ مرحبا بك دخل لعندي مرحبا. ما دركش حولي ديالك ها؟ مرحبا قلنا الرقم قلنا الرقم مرحبا الخير للمبيوع الله يبارك. شي 150 راس اللي وصلنا اللهم بارك الله يسر لمواليها والله يتقبل من الجميع. تحياتي للمغاربه اينما كانوا. سي محمد ربي المجر لي الحولي اللي فيه الحبوبه راه بندي معايا راني هضرت مع الاخوان وريته لهم وبنوريه للمشاهدين. بدلنا للسيده هذه اتصلتي بها سي محمد؟ قلت ها الحولي اللي كنا بايعين ليها ها هو وعاد تشوفوا الحولي. اسمح لي يا استاذ
وعاد تشوفوا الحولي، وعاد تشوفوا الحولي، هذا هو الحولي اللي بعنا ليها الحبوبه في الخارج تاعي. الشيخ الله يرحم الوالدين اللي تيعرف الحولي انه في شي حبوب ولا شي حاجه لا يوريها للسيد، يوريها لي علمو باش لا قبلها الله يسهل. عقبنا بدلنا ليه بحولي، هو عاد تشوفوا معايا في الفيديو والله يتقبل من الجامعه. هادشي اللي كاين هضر عندي معايا القلعه دابا، هو ولاك خروف البرقي راسنا كما قلت لكم جوج. وهذا ميساج لاي واحد تيخدم في المكازا، اي واحد تيخدم في تبيع في الضيعه ديالو، اي واحد تبيع في السوق، راعي لخوك، راعي لخوك المغربي، راه ما عارفش، كاين اللي ما عارفش تيقلب حتى الاضحيه ديال العيد، تيجي اكثر ديال كتجيبو الثقه، تيجي تايق فيك باغي من تيقول لك عزل لي حولي مزيان، والفلوس راه تشارط على راسك في البيع والشراء والله يسر. ها هو ما تغادروش في الحبوب، هادشي كاين ميساج هذا تنقولوا للاخوه المغاربه اللي كاع اللي في هذا القطاع هذا، والله يسر. وتحيه الناس اللي تتقلب على الحلال، هادشي اللي كاين. اللهم بارك، خير تبارك الله، الله يبارك. هذا هو الخير اللي بعنا تبارك الله والله يسر، والخير اللي جبت اليوم راه هو هذا. اللهم بارك، هي السلعه جبت اليوم هي هذا الخير هذا. اللهم بارك، الله يتقبل من الجميع. تحية اسماعيل. اللهم خرجت الغلا. خرجت الغلا. اللهم بارك، أكثر الناس ولاو تيديو دابا الحوالة ديالهم. كاين اللي تيبغي عندو الوليدات تيبغيو يشوفو الحولي تيبغيو يلعبو معاه. راه سبحان الله، والله الله يبارك، الله يتقبل. قال لي واحد قال لي حيد الصالون حيد لي سدادر باش نديرو تما، قال لي باش نشوفو الدراري الوليدات، حيد الصالون حيد لي سدادر. اللهم بارك، سبحان الله. سبحان الله، الله يبارك، الله يتقبل من الجميع. الله يتقبل من الجميع. راه الخير هو هذا اللي هذا كله أضحية ديالو، الله يبارك. والله يتقبل من الجميع الخوت. حولي يترعرع في مراكش، اللهم بارك. السلعة راه تنبقاو مهارلين فيها الخوت، حتى الماكلة تنبقاو مهارلين فيها، الرويزة، فص المطحونة، فص الصبال، النخالة ديال الشعير، نخالة حمراء، والله يدير الخير، هادشي أنه راه مسؤولية وتبقى تقليد. والله يتقبل من الجميع، والله يسهل على الجميع، أي واحد يقلب على الخير وعلى معقول الله يسهل عليه. عواشر هادي، تحياتي لكم الخوت، والله يسر. البلاصة فين تنتواجدو نعاود نديكراري لكم الخوت، تنتواجدو في معطلة قرب الجامع ديال المحسنين، أون فاس مع الموقف ديال الهوندات، الموقف ديال الهوندات هو هذا، راه الهوندات فين واقفين. والله يبارك، وتحياتي للمغاربة أينما كانوا، عواشر مباركة عليكم، والله يسهل على الجميع. اللهم بارك، الله يتقبل لكم ان شاء الله. راه باقي خصنا الحليب هذا. تعال تشوف. تعال تشوف، ما تعال تشوف، تعال تشوف، راه شوف الرزق في المكتب وصافي. شوف باقي خصنا الحليب تبارك الله، الله يبارك لكم ان شاء الله. راه النمره هي 27 والطانكه تاهي راه نصيفطها لكم ان شاء الله. راه النمره والله يصدق لكم ان شاء الله، صافي سير دخل اسمو محمد. لا لا ما تقلبيش من داكشي، شي داكشي حنا نقلبوا داكشي. صافي انت قلبيها الريالات صح. سير الله يسخر. سير الله يسخر، الله يصدق. صحة وراحة. الله يبارك المولى، الله يبارك، الله يبارك المولى ان شاء الله. هاد السلعة هذه راه جات اليوم، هذه راه باقي ما نقلبوش شي واحد. مكتب لهاد السيد الله يسهل عليه. سنا الحليب، سنا الحليب. لا لا هذا عز عليه اثنين هذا مصطفى. ني ياك سير الله يتقبل لك خويا، الله يحفظك، مرحبا بخويا، الله يتقبل لك ان شاء الله، الله ييسر الامور، السلعه راه مليحه والله ييسر الامور، مرحبا بك ان شاء الله، كل عام ان شاء الله مرحبا. قلعة السراغنة. الله ييسر ان شاء الله يوكلوا بالصحة والسلامة. الله يسر لك، الله يتقبل، تحياتي.
انا سولت الدراري ونقول لك انا مولاي ادريس الحولي ديالك الله يبارك الله يبارك الله يتقبل منك ان شاء الله الله يتقبل صافي توقف اسمح محمد توقف سير سير يلا سير